حبايب القلب مساكم الله بالخير. اليوم لازم نطلع الأرانب الصغار. ليش؟ لأن يوم كامل أنا أباوع على أمهاتهم ما جاسن الجحر ولا طبلنا دوم، فمعقولة الصغار ماتن؟ فالله العالم اليوم لازم نطلعهن من الجحر ونشوفهم. بس قبل كل شيء اجيت هناني للمزرعة، اجت لي فكرة ببالي أن أسوي عش مال فناجز. تعالوا شوفوا الشغل شو راح نشتغل العش مال فناجز، ونروح نوب نطلع الأرانب. اللايك لا تنسوا. الغراض اللي احتاجهن هذن، يشوفون كابسة هم احتاجها. خلنا نروح هسه سيامه جبت، شو خلنا نروح هسه نقص لنا سعفه. انا ما اريد سعفه كامله، هسه شوف هسه هاي نقصها منها. هاي وحدة، هاي اثنين. قلنا بعد سعفه كامله، نقص هاي لا، رايد سعفه كبيره بعد. خل نروح ندور لنا سعفه كبيره. قولي جمال الفراش، واعوله واعو واعو واعو. شوف الله، ما شاء الله سبحان الخالق، مثل ما تقولون رسمتها ببالي. ايش يعني. شي رسمتها ببالي واريد اسوي، فراح نشتغله هسه نشوف. بكت الله يخير، اي شيء هو يصير راح يلم بي الفنجز، فلازم نرتبه ونسوي حلو. يلا تعالوا نبلش.
كمل العش مالت الفناجس. شوفوا شقد بسيط، شوفوا شقد بسيط وحلو. باونا ها شلون الشغل، بس من سعف. شوفوا هذا سعف بس. انطون رايكم بي، ولا يستحق لايك دوسوا ولا لايك. شلون نشده على مود نروح للارانب؟ وسويت واحد هنا انا بهذا المكان ثاني بس بسيط كلش، حبل هذا العش. شوفوا ايش حالاتي يا اخي، والله احس بيه بسيط يا ولد، احس شيء قديم باعوله. وهذا العش اللي قلت لكم عليه سويته، شوفوا هذا هم بسيط، بدا يلم من باعه، بدا يلم من بي، هم بسيط بس هيك سويته، احتمال ما يضل اطلعه، بس راح اراويكم الطريقة شلون سويته، لقطات من عندي. وخلنا شدن هذا. هذا المكان شديته، شوفوا وش حالاته. وهذا القديم قلت لكم سويته، راح تشوفون الفيديو مالته شلون سويته، شيء بسيط يعني وسريع. سويته بدون اي فكره يعني، مثل ما تقولون هيك جيت قبل وسويته وصار شيء قديم يعني، تحس بيه بوعو سعف وما ادري شنو شنو. والله عجبني، وقف هنا اي عجبني. شوفوا انا بالنسبه لي عجبه، وانتم شيء قديم حلو، وانتم لعدكم فكره بعد دزوا لي اياها واجي هنا أنا اسوي. هاي ادنا للجحر وما يخلون الفحل والنفيه اثنيناتهم هالمره، ما يخلون ادنا بالجحر. شلون عرفت انا نفس الوضعيه مالتها، نفس الوضعيه ما حافره بعد ابد، ما حافره يعني، فما اعرف لا تجي تهجم علي اكو بيهني هجما الى الدنيات للجحر، ما ادري نيتات يعني مثلا، ما ادري. يقول اكو مكان ثاني الهن، ماكو مكان، يمكن قاعد اشوفهن والله. اي هذا كان هنا مو بالله، الى عايشات يا عايشات الحمد لله. هذا كان هنا شوفون حسن، ولك ما تقبل النفي، ما تقبل النفي، ادنى يم الجحر مالتها شوفوا. فراح احاول يعني اكضها وادخلها بالخانه، ما تقبل، بس ادنى يمها احسها تريد تهجم علي. بعد الفحش وانا دغمر روحها برا، ما اعرف والله، والله كاظه الجحر وساكت يعني، ما تخليني ادنى يمها وتيجي تطمه بابا. بس ملخصت شوية، اي والله
طلعهم فوق نصعدهن يمني واحط لك هذا البوري بالخاني ونخليهم بطن البوري، شو تقولين؟ موافقه؟ انا الدنيا موجه حرب الله. راحت 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 يا الله. انا احفر هذا كله. شو حفره هذه؟ بو علي بات بو علي. مش حلاتهم الا اطلعهم اليوم، الا اطلعهم. شلون بس خايف على الام لا تهجم علي. شو راح يطلعهم؟ خنحاول يا ولد. شوفوا كلش هواي، يعني حفر نوب قوية، القاع قوية. ما تلوح ما تلوحن يدي، ما تلوحن. شلون راح اقدر اسحبهن؟ هواي كلش هواي. يعني راح اخط لكم بيدي، شو اقدر راح اوصلها ايدي بعض. اللي هنا انا شوفها، هاي اللي هنا وصلت ايدي. شوفها هاي وين الكيس الاسود هذي، اللي هنا وصلت ايدي. بعيده يا ولد كلش بعيد. هذا قوي ما ينحفر، كلش قوي هذا. عندنا طريقة تكون نقدر نطلعهم بي. يقولون اكو جحر ثاني إلهم، انا ما اشوف مكان ثاني دخل إلهم. ايش قاعد تشوفون انتم؟ انا قرب لكم اياه بعد. قاعد تشوفون مكان ثاني؟ ماكو بس هذا المكان. زين شلون هسه؟ شو من طلعتني يا ابو علي؟ لا شوفوه، بعد ابو علي خفت يجم علي. فلا لازم نطلعهن، نحاول بعد. اجت شوف ما تخليني اشتغل. شو الشمشم يعني؟ ما اعرف. اي مكانك هذا. اي يا الجحر اللي هذي. يمه على استفنا بيها طفرة يا ولد. روحي خلينا نكمل. روحي. والله حسيت تهجم علي، والله حسيت تهجم علي يا ولدي. صباح يا بوي. توقف علي. والله ما اسوي لهن شيء، بس اطلعهن. زين طلعهن نشوف انه رجعهن عادي. قبلين يمه مو تجين تعضيني. زين حبو لا بش السالفه، ما سويت شيء والله. عيوني تلم عن ابو جوا. طبعا ما اخاف انك، يلا انا ما اخاف. ابو جوا زين رجال الثاني النوب.
التموا علي. لا لا اخاف اخاف. يبوي خلنا نحاول. والله شو نسوي زين هسه؟ شو نسوي؟ نحاول ننقذهم وندخلهم بخاني. اي ها شو تقولون؟ وصلنا لهم وصلنا لهم. اي لازم نطق هذه. والله وصلنا لهم. نراوكم اياها بالكاميرا الطبيعيه. هنا احنا نقيله اكلها. شوفوا زين زين زين. شو نسوي شو نسوي؟ انا ابو عز قد هذا هنانه ما يتفلش لان يعني هي ما رايحه هيك. لا رايحه هيك عدل. شوفوا هيك رايحه. اليوم ما تخليني اشتغل. ايش قد حنيني. شوف 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 شوف. روحي هيدا اشتغل. روحي روحي حبابه. روحي راحت. نحفر لنا مسافه. وعليابي توف. وصلنا ما ضل شيء. شوفوا وصلنا لهم ما ضل شيء. احاول هالمره وكلش اجيب هنا. يا الله التموا علي اثنيناتهم وهجمت علي يا وليد. اي هجمت علي فما اعرف شنو ما ادري. راح اطلعهم بس اراويكم اياهن وارجعهم لنفس المكان. راح احاول راح احاول. اثنيناتهم هجموا علي فحلو النفيه. شوفوا يخوف. شوف ايش حلاته. شوف شوف ايش حلاته. لا صيح يا عفي. لا صيح. شوف ايش حلاته. مراوي با با يمكن ثلاثة بس يا رب. تعال خلنا نشوف اذا اكو بعد. يمكن بس ثلاثة. اي بس ثلاثة. هذا زين. شو كل هذا شعرها؟ هذا كله شعرها؟ زين. لا تطلطل علي ساد بابي. شو اجت لي؟ اوف هذا نحن. تعال شوفوا. راح ارجعهم مكان هنا. شو تقولون؟ شو ما شاء الله. شوف شديت الواحد. ثلاثة بس. اي بس ثلاثة. يلا خلنا نرجعهن. لا خلنا نرجعهن. زين شلون نرجعهن؟ احط هذا البوري هيك على مود البزونة لا تجي. اي خلنا نرجعها. خلنا احاول ارجع نفس المكان بس ما نفس المكان. لا ما اقدر. فاحط البوري هناني وخلي مسافة صغيرونة يطبيها بس الارنب يحفر ويدفن. يلا رجعت لنفس المكان. شوفوا وخليت هذا وخليت بس هاي الفتحه. النثيه جوا هاي طلع. شوفوا كانت ترضع بيهن فعفتهن هنا احسن. ليش اصعدهن واتضايق بيهن هنا؟ خليهن يكبرن ويتعلمن على المزرعه. شوفوا بالنسبه لهذا المحلق باسمنا. شوفوا الضخامه مالته بعد واضح عندكم باعولي. شوفوا شلون واضح. ظل يغير بلونه. باعوا راح يطلع عليه من على ابوه. وين ابوه؟ هذا ابوه. شوفوا هذا طلع. شوفوا هذا ابوه. ما شاء الله ما شاء الله.
ظل يغير بلونه بعو، والبقية نورمال على أمهم. أمهم تعرفونها، هي الأضخم وحدة عندي هذيك. هي جيت أنطب تكاكيت، مخلص أكل باقي قليل، والسمان مخلص خوف كلش فعله، لا هم باقي قليل، فخلنا نعطيه ناكل قبل لا يخلص. بعد السمان، السمان مخلص، باقي قليل كلش، ما ادري الى مبيضات ما مبيضات ما ادري. ايه ذاكني بيض، خلنا نروح نطلعهم. نجيب لهم بعد، انا خلصت اعلاف فالمفروض اجيبهم بعد. فقونية بلت، قونية دخن، كانت خلصتين البلت والدخن. تعالوا خلينا نشوف البيض كم وحدة بيضة. 4، اي بس 4، بس 4 بيضات. طلبت مني اخلي السمك بالنافورة. يا ولد مسافة كلش ناسية، مثل ما راويتكم انا، شوفوا ما تعيش السمكة هنا. بوعش قد هسه يدي وسخة، نغطها بالماي تبين وين تعيش هنا السمكة، فما تعيش. كان عندي حوض سابقا، راح اجيب لكم حوض هنا كامل، هذني كلهن كانن بحوض مال السمك عندي. شوفوهن محار خرز ملونة، وراح اجيب خرز ملونة بس الصيل اللي روح للسوق، بس الصيل اللي روح للسوق البصرة راح اروح اجيب لكم الوان تخبل من الخرز. اللي سمك هنا قلت لكم باع المسافة، ما يصير، لا لا ما يصير سمك. جزاكم الله بالخير حبايب، القلوب احترق مات الكتاكيت. هذا القلوب الرابع تقريبا ابدله اليوم، بس اليوم الرابع. فشنو قلت انا؟ قلت خلنا ابدل الراس مات القلوب، باعله شو، قلت خلنا ابدلها، النوبة انكسر. فسالفة ما فاجبت قلوب على اساس ابدله، بس مباوعة بدلت الراس، قلت خاف من عنده السوج قاي يحترقن، هم كذلك نفس الشيء. فرجعتهن للحاضنة مالتهن ودقيت الالون وخليت ذني الفتحات، بس شوفون عمود يتفه كلش، وديتهن على القلوب بالاشعة هناك احسن. ناخذ الاكل مالتهن وناخذ الماي مالتهن، فمحترق القلوب وصار له فترة كلش هواي، وانا ما ادري بي. شوف الطيور شلون تعبانة. طب هذا مو مات كلش، ما يفيد هذا، شوف ابو رقيبة ما يفيده. نقول بركة الله يعيشن. بس حكمت انا باعه، خليت بس دن الفتحات فوق، هذا على مود تدفى كلش منها الباكر، على مود افتح بعد فتحة هنا أنا كلش كافي. وجيت افحص بيضات التهجين والبيضات السمان والبيضات العرب اللي خليناهن. يلا نطفي القلوبات وافحصهن. بالنسبة للبيضات مات التهجين، اول بداية نفحصهن وياكم بدون ما اسد الكاميرا. هسه عندك هاي بسم الله ما شاء الله اول وحدة شادة، خليها جوا. الثاني بسم الله، هاي الثانية شادة، هذني بس بيضات التهجين، شوفوا ما شاء الله. هاي الثالثة شادة ما شاء الله، هاي الرابعة شادة، بقت الأخيرة بس بيضات التهجين، راح أفحصهن وياكم. ما شاء الله خمستهن شادات من بيضات التهجين من السوسكس على السمان النفي، السوسكس والفحل السمان، خمستهن البيضات شادات ما شاء الله. توقعوا شنو راح يطلع؟ والله اهم شيء هن شادات هسه والحمد لله. التاريخ يمتي 19/12،
حفظوهن وذكروني يمتي فقسن على مود انزلهن جوا. خلنا نفحص بيضات السمان وافحص بيضات دن العرب وارجع لكم. بالنسبة للبيض دجاج العرب 2 4 6 8 10 12 بيضة شادة، وحدة انفجار دموي، 2 4 6 ما شادات، وهذن البيضات فحصتهن ما شادات، وفحصت كم بيضة من هذا السطر كله شاد. فيرجع البيض نقول نسبة التفقيس مو زينة، ليش؟ يعني 2 4 6 ما شادات، احنا عودنا على شد كل زين، فما حبيت اطول على البيض، يعني قلت افحص ذني كلهن بيضات السمان فيتاخر ويخرب، فبسرعه ارجع البيضات وارجع لكم. بيضات السمان سطر كامل فحصته ببيضتين ما شادات، والدجاج 12 بيضه شاده وست بيضات ما شادات، وبيضه واحده انفجار دمو، هذني صالحات للسلق، راح اسلقهن للطيور ان شاء الله باكر. وين نايمات؟ اطلع اطلع. ف خلنا نطفي الضوء. بسم الله الرحمن الرحيم. طفي الضوء ونفحصن سوية. بسم الله الرحمن الرحيم. هي كم بيضة وصلت؟ 5 بيضات بعدها. يظلت لا 6 بيضات. 6 بيضات. نفحصن حتى لو بيضة شادة هسه هاي. ما شاء الله شادة. شادة. لو عندي بنغاليات. الله اكبر. هاي بعدها يمكن جديدة. هاي هم ما مبينة. وهسه هاي والله ما ادري ما ادري. عفوا عفوا يا ولد. هسه فحصنا من عندهن اكو بيضة من عندهن شادة. فنسد الباب ونعوفهم. مدال اكو بيضة شادة يعني اكو شد. لك الحمد والشكر. مدال بيضة شادة يعني البقية جيت اخذ جت للارانب. تدرون انت الجت شنو فايدته للارانب وللدجاج ولجميع الطيور مو بس الدجاج يعني. فخلنا نروح اجيب جت وارجع. هذا جذر الهندال، محامد الهندال. هذا ينشوي وشنو طعمه؟ هذا مثل البوتيته. فراح نشوي هسه واراويكم الشجره مالت الهندال. هذا يصير بالعرق. شلون شلون الجزر شلون الفجل هيك يصير جوا. هذا بالعرق. هذا العرق وشجرة فوقها. خلنا راويكم الشجرة. هذا حلال ماجد. خلنا راويكم اياه. قواك الله ماجد. اهلا وسهلا. شلونك؟ الحمد لله تمام. شنو هسه قاعد تربته؟ والله بشو خضيري. ما عندك خضيري؟ هذا خضيري؟ وين؟ هذا هذا مو مضرب له هو هيك؟ مضرب. لا مضرب. مضرب هذا هذا الاصلي. ما شاء الله. هذا مصري. عند الارانب هسه استوون طلعت ثلاثة. فرخن. ما ادري ليش ما جاي يفرخن. ما ادري ياكلون البزازين. ها ها. انا هسه ما دريت بيهن. باخر شيء دريت بيهن انه حافرات جحر. حافرات جحر ويطمني. ماجد يطمني. ما يخلني يعني الباب يطمني. فاراويك اياهم هسه. هذا البش مصري بالك. هذا البش المصري ادري بيه. هذا هاي بنتي. هذا الفحل. ما شاء الله. الله يستر على حلالك ان شاء الله. اذن اذان المغرب. المفروض هسه نروح نحن نصلي. بس على ما يستوي الهندال. هاي شجرة الهندال شوفوا منها شلحة. فهذا يأخذ من عنده صقل وينزرع. فراح أخذ أزرع بالمحمي. شوف شو متسلق هو ويطلع من عنده ورد. وهذا هو شوفوا إيش قده. ما شاء الله. هذا يسلق. شوف شو قباله يسلق عليه. وهذا هو شجرة الهندال يسمونها. من العرق هاي يطلعونها ويشوها. وهذا الوردة مالته. شنو رأيكم؟ ناخذ المحميه من عنده. فكتبوا لي بالتعليقات اذا قلتوا لي اخذ المحميه وخلي يسلق جوا بالمحميه. بالفيديو الجاي ناخذ صقل ونروح نزرعه بالمحميه. خلنا نروح ناكل هندال. رحت حشيت جت على ما يستوي الهندال. تعال اراويكم الهندال شلون ينشوي. شوف هذا الجت حشيته للارانب وللدجاج. استوى؟ ها بعدك ما منزل؟ استواك منزله. يلا جوعان. هات جاب لنا بعد. لا تشوي كله نصه اخذه وياي. زين زين. بس هاي بس هاي بس هاي كافي. من يقول كافي؟ لا صغار. بس هاي حامد. ولك صغار ما اشوف حامد. بس هاي اي اه حامد. بس هاي اي حامد. شو القصه حامد؟
بس هاي حامد؟ اي 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 يلا حامد. اي بس هاي بس حامد ولك بس. اه بس خليني اشوف. بعد ما لحيت عليه كلش اعطاني هذني كلهن. جزاك الله خير. الف عافية. تعالوا اراويكم هذا المكان شقد قديم، اجداد اجدادنا مسوينه. شوفوا بس احنا مثل ما تقول عمرناه، عمرنا شنو بس القعده مالتها. شوفوا شقد قديم بقى. سوينا بس هاي عمرنا هنا، عدلناها، هي كانت موجوده بس عدلناها. شوف شقد قديم هذا المكان بقى البناء مالته. هاي تشينكو احنا حطيناه، كان هنا بلايود وسعف وقصب. نجي هنا عصريات نقعد. وهذا هم بيت قديم، هذا معاناة ساعة إلا ربع نشوبي تشذب علينا، قال لنا ربع ساعة ويستوي. ليش تشذب علينا؟ قالت إني جوعانة. شوفوا ساعة إلا ربع صار لنا ذابيهم بالتنور وما استوون. كم تيستوون لعد؟ استوى الهندار. شوفوا خيبة خيبة بتيته. ها إيه طعم حلو. حالي حالي طبعا حالي. أكو إلي اسم ثاني؟ اي بتيت الحمراء. بتيت الحمراء وحال يصير مو؟ اي دايب دايب زين. يتقلل وبس ينشوي. يتقلل ويشوي يصير مربى. يصير مربى بعد الدخان شو يطلع من عنده. بابا يلا سلامكم العافية. تح 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 تعالوا اكلن بالعافية عليكم. اكل المفضلة هي الجت. تعال ارنب تعال. تدرون انتم الجت وجبة رئيسية للحيوانات؟ تدرون بيها ايش قد املاح؟ هذا الكالسيوم يسمونه الطبيعي، هو هذا الكالسيوم الطبيعي. بالعافية بالعافية على قلبكم. مثل ما ذكرت لكم لجميع الطيور الجت ينطي لجميع الطيور. خلنا نطير الخانات واجي انطي الفنشات حتى السمان. انطوا حتى السمان جت كله مفيد. وبآخر الفيديو احترقت هاي الشمعة والكتكوت اللي قلت لكم عليها مستعبان مات، والبقية صحتهم خير من الله. نقول وإلى هنا يا حبايب القلب نكون وصلنا ياكم إلى نهاية حلقتنا مال هذا اليوم. لا تنسونا باللايك والاشتراك. أخوكم محمود.